أزور في تقريرنا التالي مصانع كرة القدم في مدينة سيالكوت الباكستانية التي أنتجت كرة قدم تيلستار التي ستكون الكرة الرسمية في مونديال روسيا، وهي تحتوي على تفاصيل تقنية في غاية الدقة. بكر يونس من سيالكوت. سحر محبوبة الجماهير كرة القدم يبدأ هنا في مدينة سيالكوت شرق باكستان، ولهذه الصناعة تفاصيلها المدهشة. بدأت قصة صناعة كرة القدم في سيالكوت حين احتاج الجنود البريطانيون أثناء وجودهم في شبه القارة الهندية إلى من يرقع لهم كرة القدم التي كانوا يلعبون بها، ليكتشفوا أن حرفي باكستان أمهروا يدا وأوثقوا خيطا في ترقيع كرتهم، ولتبدأ بعد ذلك صناعة كرة القدم ولتصبح ميزة خاصة بسيالكوت. بدأ الأمر منذ أن واجه الجنود البريطانيون مشكلة في إصلاح كرة القدم التي كانوا يلعبون بها. عندها أعطوا الكرة لأحد حرفيي باكستان، حيث حاك الكرة بصورة أفضل مما كانت عليه أصلا حين صنعها. مراحل صنع كرة القدم عديدة، تبدأ بوضع شرائح خاصة على الجلد بحسب المعايير المعطاة، ومن ثم تترك يوما كاملا في الهواء الطلق لتأخذ المواد المستخدمة سماكتها المطلوبة، ومن ثم تنقل إلى قسم القص والتشكيل والذي تستخدم فيه آلات خاصة، ويضم حرفيين لا تقل خبرة الواحد منهم عن عقدين من الزمن. مراحل صناعة كرة القدم من أهمها وضع الشكل الخارجي للكرة بحسب التصميم الهندسي الذي تصادق عليه الفيفا، والملاحظ في هذا المكان العمل الدؤوب والدقيق الذي يرتكز في الأساس على الأيدي العاملة مع أدوات مصممة محليا من دون اللجوء إلى آلات قد تخطئ بنسبة كبيرة. ولهذه الصناعة أسرار دولية لا يسمح لأحد بالوصول إليها، ولكن تفاصيل هذه الكرة هي في غاية الدقة، فهي تحوي شريحة إلكترونية دقيقة ورقما سريا تسلسليا يسمح بمعرفة خروج الكرة إلى خارج حدود الملعب أثناء المباراة، إضافة إلى أنها معالجة بطريقة هندسية خاصة ولا تصل المياه إلى داخلها، كما أن هندسة تدعى بالثيرمو تم تطبيقها في ضبط معايير الشكل الكروي النهائي. صنعت كرة مونديال البرازيل الماضي في سيالكوت، وكان اسم الكرة بارازوكا، وهذا العام أيضا صنعت كرة مونديال روسيا في سيالكوت، وسنعمل على مزيد من تطوير صناعتها وإنتاج كرة قدم لمونديال قطر عام 2022. هؤلاء الخبراء البسيطون في أشكالهم هم الذين يستحقون الإشادة بهم، لأنهم من أهم أعمدة إنتاج كرة القدم، وهم الذين يصادقون على جودة الصنع فيرفضون أي كرة تحوي خللا ما. بكر يونس، سيالكوت، الميادين.